نرحب بدكتور محمد شاوي. ازيك يا دكتور؟ اهلا ريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله، فانو ربنا يخليك. طب الحمد لله. دكتور شوقي، النهارده كان او كنتوا حضراتكم في استقبال هذا الوفد، وفد اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي. من وجهه نظرك اللي حضرتك شفته النهارده ايه؟ الو كابتن اسلام، اتفضل يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. الله يخليك، اتفضل يا فندم. طيب، واضح ان حضرتك ما سمعتنيش الجزء الاول، بس كنت بسال حضرتك اللجنه المنظمه او وفد اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي النهارده كانوا موجودين، وحضرتك كابتن خطيب طبعا، وحضرتك كنتوا في استقبال هذا الوفد. حضرتك تقول لنا ايه اللي حصل النهارده والامور رايحه على فين؟ والله اولا كان الكابتن محمود طبعا موجود، وكان معانا المهندس خالد مرتجي كمان. المهندس خالد مرتجي طبعا. هي كانت احد الزيارات الاوليه للجنه المنظمه. نعم. الناس كانوا اولا قبل الاجتماع بتاع النهارده كانوا بيتفقدوا استاد القاهره والاجزاء الملحقه به، وفي نفس الوقت كانوا الحقيقه هي احد الزيارات الاوليه، لان هم كانوا بيتلقوا النهارده قالوا الامور يعني بدايات للتنظيم والريجيليشن التنظيميه كلها من طرفهم، وكانوا بيتلقوا اسئله، تلقوا اسئله من المهندس خالد ومننا ومن كل الاخوه اللي موجودين في اللجنه المنظمه كلهم من كوادر النادي. والحقيقه هم كانوا يعني متحفظين في الاجابات، بعض الاجابات جاوبوا عليها بصوره مباشره، وبعضها قالوا ان هم يفضلوا ان هم يرجعوا تاني، لان دي مش الزياره الوحيده، دي بتكون الزياره الاوليه، لكن الزيارات المستقبليه قريبه للتنظيم، فبعض الحاجات ما ردوش عليها وقالوا ان هم هيجيبوا اجابات ان شاء الله بعد. طيب، هم كانوا حريصين على زياره استاد القاهره على ما اعتقد، وبالتالي أيوة. كان هل هناك كلام يخص هذه الامور؟ هل هناك كلام يخص ان احنا محتاجين بعض الامور الخاصه في استاد القاهره، محتاجين نعمل حاجه كنادي اهلي يعني؟ قالوا على بعض الملاحظات، وكانت ملاحظات مش كبيره قوي، وحتى المهندس خالد سالهم قال لهم يعني هل الامور دي توصيات ولا يعني حاجه ممكن تفسد اي شيء؟ فقالوا لا، ان الموضوع مش ما فيش حاجه يعني الحمد لله محتاجه تدخل كبير، لكن يفضل ان كذا يتصلح، كذا يبقى شكله الطف، يعني كانت توصيات للتحسين، يعني مش ان في حاجه معترض عليها. طيب، هل تم اطلاع حضراتكم على متى ستبدا او متى سيبدا الدوري الافريقي الممتاز؟ الميعاد المبدئي لغايه دلوقتي اللي في اول اكتوبر، ده المتفق عليه او المعروف، بلاش تكون متفق عليه. بالظبط، هو المعروف حتى الان. انما بصوره نهائيه لسه، انا بقول لحضرتك كان كل حاجه فيها تحفظ كانها اجتماع تحضيري، فاتلو اجتماعات اخرى ان شاء الله. هل وجدتوا حضراتكم او عرفتوا ان هم مثلا لما يجوا المره الجايه او هيجوا امتى؟ لا، دي ما حددوهاش، بس قالوا في زيارات مستقبليه هيكون فيها تطور في الموقف ومعلومات اكثر ان شاء الله. طيب، نتمنى يا رب طبعا كل التوفيق للجنه المنظمه وللنادي الاهلي طبعا في هذا الامر. خليني اخد حضرتك لموضوع اخر. تتذكر طبعا المكالمه اللي كانت بيني وبين حضرتك لما سالتني او سالتك على البطولات اللي خدها النادي الاهلي في البطوله او في الالعاب الفرديه، قلت لحضرتك 22 بطوله، فحضرتك قلت لي احنا خدنا 18 من ال 22، ولكن الاربع بطولات هو ده اللي هيشغلنا الفتره اللي جايه. دائما ان احنا نكسب ازاي اللي بنرنو اليه مش اللي فات، الحمد لله. يعني الحقيقه الكلمه دي دايما بنقولها خلال الفتره السابقه. هل يعني تم الاتفاقات تمت على ازاي هنتفادى السلبيات ان احنا نخسر اربع بطولات من 22؟ يعني اكيد حضرتك مننا وعارف مجلس الاداره الاخير كان بيعتمد الاجهزه كامله للنشاط الرياضي. نعم. وميزانياته وكل شيء، واعتقد ان شاء الله هتظهر نتائج كتير، لان المره دي هيكله النشاط الرياضي هيكله موضوعيه جدا جدا حقيقي، بتفكر في جمع البطولات اللي اتخذت الحمد لله والمحافظه عليها واحراز الامن الوطني ان شاء الله. دكتور شوقي، كابتن حسن رمز وقيمة، كابتن حسن حمدي رمز وقيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي، النهاردة عيد ميلاده، لو حضرتك عايز تقول له حاجة. ربنا يديله الصحة يا رب.
لو حضرتك كابتن عايز حسن تقول له حاجة يعني. اقول له حاجات كتير قوي، اقول له كل سنه وهو طيب، ربنا يديه الصحه، احد اهرام الاداره الرياضيه في مصر. حقيقي مش هتكلم عن الاداره الاخرى، الادارات الاخرى اللي هو طبعا في عمله الخاص ماليش دخل فيه، لكن كاداري رياضي يعني انا شخصيا في هذا العمر ما شفتش زيه. رجل هادئ متزن، يزن الامور بدقه شديده جدا، كل حاجه على قدرها وقراراته ثاقبه. كابتن حسن لما كان عنده 35 سنه و36 سنه كان بياخد قرارات مصيريه كثيره جدا جدا. كابتن حسن لن يتكرر في الاداره الرياضيه، رجل عظيم، ربنا يديله الصحه. أنا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا، دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا، وكل سنة وكابتن حسن حمدي طيب، ودايما يظل في قلوب كل الأهلاوية.